هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه؟ ولا خرطوم المياه في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ اكيد لا، ده حتى المثل بيقول اد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في اي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة اميزديا. اميزديا شركة تسويق الكتروني واعلامي، هتوصلك بكل الناس في اي مكان وباقل الاسعار. مع اميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان ادارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله انك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك واحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. مشاهدينا مساء الخير، وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت. أهلا بيكم وحلقة جديدة ونجوم على الهواء. النهاردة طبعا لقاء النجوم، وأول ما نقول لقاء النجوم تعرفوا أن أنا بكون مع صاحبتي الإعلامية ندى إمام. إزيك يا ندى؟ إزيك يا هبة، عاملة إيه؟ وإنتي كمان، وحشتيني جدا. في الأول خالص عايزة أقولك باسمي وباسم كل فريق عمل البرنامج، وطبعا باسم مستر إيهاب منتج البرنامج، كل سنة وإنتي طيبة. إنتي طيبة وإنتي إن شاء الله سنة حلوة عليك يا رب، وتحققي فيها كل أحلامك ونبقى مع بعض على طول. أكيد أكيد إن شاء الله هي تبقى سنة حلوة عشان إنتوا موجودين معايا فيها. طبعا أنا بسلم على كل الناس اللي بيشوفونا النهاردة، وحلقة جديدة ونجوم على الهوا، و كالعادة يعني لقاء النجوم أنا وهبة إن شاء الله، إن شاء الله تبقى حلقة حلوة وتعجبكم. والحقيقة إن إحنا عندنا موضوعين. إحنا خلاص الامتحانات بقى قربت، ودايما كده مع قرب الامتحانات بيبقى فيه زي حالة طوارئ، يعني البيت كله بيبقى فيه قلق وتوتر، وعاملين زي معسكر كده عشان الامتحانات. والجزء الثاني هنتكلم فيه على اعتقد موضوع مهم لما اتكلمنا عليه على السوشيال ميديا، عمل هو اللي عمل قلبان يعني الناس نسيت الامتحانات والعلاقه المدرسين والولاد والامهات وركزت بس في الموضوع الثاني، بس احنا مش هنقوله بقى دلوقتي. استنوا بقى عشان تعرفوا الموضوع ايه في الجزء الثاني من الحلقه بالزبط. بس انا عايز اعرف منك الاول يا هبه، خلينا نتكلم كده على موضوع الامتحانات. زمان يعني لما احنا كنا لسه في المدرسه كان شكل البيت عندكم بيبقى عامل ازاي لما بيكون في امتحانات؟ بصي، هو كان بيكون في طوارئ بصراحه، بس من ناحيه بابا يعني. لا غريبه. يعني دايما ماما كانت شويه هاديه، وبابا هو اللي كان حاله طوارئ، لدرجه ان هو كان بيجيب لنا يعني عارفه الحاجات السليزون دي، يحطها لنا في الاوضه عشان لو جوعنا ما نخرجش بره. يا خبر ابيض، ده معسكر بجد يعني. ده معسكر بجد. لا يعني لا كانت حاله طوارئ غريبه، بس كنت بحس انه يعني على قد ما كانت في حاله طوارئ غريبه، بس كان في راحه نفسيه شويه مننا ومن ناحيه المدرسين بتوعنا ومن ناحيه البيت، واحنا كمان يعني حاسه ان في فرق بقى بين الاجيال بصراحه. ما هي بقى دي الفكره. طبعا طبعا في فرق بين زمان ودلوقتي، بس عارفه كان في ناس كده يقول لك احنا بنقفل التلفزيون، ما بنفتحش، ما حدش بيزورنا، ما بنروحش لحد، ما بنجيش لحد. بصراحه شديده احنا ما كانش عندنا الكلام ده خالص. يعني بصراحه انا كان عندي الكلام ده. لا انا ما كانش عندي بقى خالص موضوع ان احنا نقفل ولا ومحدش يجي ومحدش يروح، ولا التلفزيون يتقفل او يتشال او كده. لا كان يعني كان بيبقى فيه طبعا استعداد للامتحان، لان الواحد لازم يقعد ويذاكر وكل الحاجات دي، بس مش بالشكل ده. يعني بحس ان برضو القفل زياده عن اللزوم، او ان بالزبط. الموضوع يبقى فيه توتر زياده عن اللزوم، ده غلط على الولاد. بالظبط، على فكره والله اللي انت بتقوليه ده فعلا حقيقه، عشان كده يعني انا بناشد كل الامهات ما تعملوش اللي اتعمل فيا انا شخصيا زمان. يعني ما بلاش او بلاش ناخد نظام اهالينا قوي يعني. بالظبط، هو كمان يعني يمكن السنه دي والسنه اللي فاتت الوضع بقى صعب شويه طبعا، بسبب كورونا في العالم كله مش عندنا احنا بس، والموضوع بقى صعب حتى نفسيا. يعني احنا كامهات بتحسي ان احنا عندنا يعني قمه توتر مش طبيعيه، ولادنا نازلين المدرسه طبعاً. ومش هينفع ما ينزلوش، ومش هينفع يقعدوا طول الوقت. يعني تحسي ان في ناس مش فاهمه يعني انزل الولاد ممكن بعد الشر يحصل لهم حاجه، او ينقلوا حتى الفيروس لينا، طب ما نزلش، طب هم كده تعليميا ايه؟ ففي حاله توتر من كل الناس. وعلى فكره حاله التوتر دي عند المدرسين كمان، مش عندنا أكيد. احنا بس اكيد، ما هم المدرسين برضو بيتعاملوا مع الولاد في المدرسه، وعندهم حياتهم لما بتروح البيت او لما بيروح البيت ولاده واهله وعيلته. فهي فعلا الموضوع طبعا مش سهل خالص، بس اعتقد لو احنا يعني التزمنا شويه، يعني لو الكمامه الناس فضلت لابساها طول الوقت، انا بشوف ان هي دي اكتر حاجه ممكن تحمي شويه. يعني لبس الكمامه، ان احنا نبقى ملتزمين بلبس الكمامه، معانا الكحول بتاعنا، يبقى في كده تباعد، الناس ما تبقاش قريبه قوي من بعضها. صح. يعني الموضوع ايه عادي، عشان
لازم لازم السنه دي يكون الدراسه تتم والامتحانات تخلص على خير، فلا هيكون في تعليق امتحانات ولا هيكون في امتحانات اونلاين. انا لسه سامع الحقيقه انه وزير التعليم كان لسه بيقول انه مفيش الكلام ده، مفيش الدراسه هتستمر والامتحانات هتتم في مواعيدها. فعلشان ده يحصل وعلشان ما يبقاش فيه لا مشاكل ولا خسائر ولا اي حاجه، خلينا احنا ملتزمين بالاجراءات يعني فعلا. سواء بقى مدرسين تلاميذ اولياء امور، يعني احنا مثلث كده عارفه، اللي هو احنا مثلث كلنا مع بعض في مكان واحد بالظبط، في مركب واحد بالظبط يعني بالظبط. فعلا انت عندك حق، واحنا لازم كلنا نلتزم بالاجراءات الاحترازيه اللي وزاره الصحه بتقولها كل يوم. على فكره كل يوم وزاره الصحه بتعمل ستوري وبتنزل بوست من وقت جائحه كورونا لحد النهارده الصبح بينزلوا بوست. طبعا سيبنا من تقارير الحالات، بس بينزلوا دايما اجراءات احترازيه بيبقوا معانا خطوه بخطوه. وانا اعتقد لو احنا كلنا التزمنا بالاجراءات دي يعني الموضوع هيخف شويه ويقل. بما ان بقى ندى قالت موضوع المثلث، احنا فعلا الثلاثه مثلث. احنا الثلاثه اللي هم مين؟ احنا اولياء الامور والمدرسه والولاد، احنا كلنا بنكمل بعض. ويمكن ندى قالت جمله حلوه قوي واحنا بنتكلم، قلتي ايه يا ندى؟ قلتي احنا مش بنحارب بعض، بالعكس احنا علاقتنا المفروض تكون علاقه تكامليه. يعني المدرسه واولياء الامور هدفهم لازم يكون الاول والاساسي هم الولاد بالظبط. عايزه اعلمهم كويس، اربيهم كويس، في الاخر علشان يطلع الطالب او التلميذ ده واعي وفاهم ويقدر يفيد البلد بعد كده. فلنا احمل المدرسه فوق طاقتها كولي امر يعني، ولا المدرسه كمان تحمل اولياء الامور فوق طاقتهم. يعني المفروض يكون في عارفه اللي هو حاله توازي كده، احنا ماشيين مع بعض. احنا الاثنين علشان في الاخر نوصل لنقطه صح مع التلاميذ او مع الطلبه اللي موجودين بالظبط. وانا شايفه ان الضلعين المهمين في المثلث اللي احنا بنتكلم عليه هو المدرسين واولياء الامور. انا عارفه ان كل الناس، مفيش حد في الدنيا مش مضغوط، كل حد عنده مشاكل. وانا جايه، انا واحده عن نفسي جايه من الناس، انا عندي مشاكل وعندي التزامات وعندي ضغوطات كتير، بس هعمل ايه؟ برمي كل المشاكل والضغوطات اللي عندي دي بره، عشان لما اجي اطلع قدام حضراتكم على الكاميرا لازم اطلع مبتسمه، ولازم اركز في الموضوع اللي انا بتكلم فيه، ولازم اسيب كل الضغوطات والحاجات اللي انا بفكر فيها بره علشان تلاقوا الشكل ده في الاخر. لان حضراتكم مالكوش ذنب، انتوا عايزين تتفرجوا على البرنامج يكون تستفادوا منه معلومات، مش عايزين حد ينكد عليكم، حد بيطلع عليكم بابتسامه كويسه. فكل حد فينا عنده مشاكل، مفيش حد في الدنيا ما عندوش اي مشاكل، بس احنا المفروض نفصل. يعني ان انا وانا رايحه شغلي واتفر بقى، انا مذيعه، انا مدرسه، انا مديره، في اي مكان في الدنيا في شغلي، ان احنا نرمي كل مشاكلنا الشخصيه ونرمي كل ضغوطاتنا اللي هي عند كل حد فينا، انا باكد تاني، وبعدين ندخل المكان بتاع شغلنا ده نركز في الموضوع اللي احنا فيه. انا مش ضد ان حد يكون متضايق او احنا مش هنحكم على الناس، بس انا لاحظت الفتره الاخيره ان كذا حد بيشتكي ان دايما المدرسين تنشن، وان هم دايما بيتعاملوا بطريقه مش لطيفه شويه، وده طبعا بيكون نابع ان هم مش بيفصلوا صحيح. بين حياتهم الشخصيه او بين الضغوطات والمشاكل، وده طبعا بيقابلوا بيها الطلبه. على فكره هي مش انانيه خالص، او احنا مش عايزين ان هم يفصلوا عشان يقابلوا ولادنا بطريقه شيك ولا يدوهم الدروس ويفهموها كلها. على فكره انا بلاحظ ان البني ادم اللي بيرمي كل الضغوطات بره وبيدخل شغله هو نفسه بيفصل. صحيح يعني انا نفسي بفصل، هو نفسه كمان غير ان هو بيفصل هو بينجح، يعني هو بيعرف يعمل شغله صح بالظبط. طول ما انا في حاجه شغله تفكيري او في حاجه انا مركزه فيها غير الشغل او غير الحاجه اللي انا موجوده فيها دلوقتي، مش هعرف اصلا لدي طاقه ولا مجهود ولا يعني عارفه اللي هو ايه. لو انت المفروض تدي 100% هتلاقي نفسك بتدي 50%، لان انت مش مركزه اصلا في الحاجه اللي بتعمليها، انت مخك بقى مشغول بحاجات تانية، بمشاكل، بضغوطات. زي ما انت بتقولي طبعا كلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا يعني في حياتنا حاجات كتير جدا. بس فكره الفصل بين الحياه الشخصيه وحياه الشغل دي مهمه جدا، والعكس على فكره، تفصلي بين شغلك وحياتك الشخصيه. يعني وانس ان انت خرجتي من الشغل بمشاكله بقى بكل الحاجات اللي حاصله فيه، مجرد ما انت خرجتي بره خلاص انت بقى ليكي حياتك الشخصيه والعائليه يعني افصلوا دي عن دي يا جماعه علشان انتوا نفسكم تعرفوا تعيشوا بالزبط. يعني علشان اعرف اعيش حياتي الشخصيه ما اخليش الشغل يطغى عليها، والعكس صح، عشان انجح في شغلي ما اخليش حياتي الشخصيه تدخل جوه الشغل بالزبط. فسواء بقى مدرسين او اي حاجه تانية، اصل احنا كلنا على فكره واحد، احنا كلنا في دايره واحده.
مزبوط. يعني انا على فكره الشغل ما فيهوش فرق بين مدرس ومذيعه ودكتور، هو نفس الموضوع على فكره ونفس المسج، بس كل واحد بيأديها بطريقته اللي هي طبعا مفروض عليه. مظبوط. عايزه اقول حاجه كمان بمناسبه ان احنا اتكلمنا عن موضوع الفصل، اول نصيحه من اي لايف كوتش لو حد كلمها وقال لها ان هو عنده ضغوط او عنده التزامات، عارفين بتقول له ايه؟ اشغل نفسك. اي حد عنده مشكله نفسيه على فكره او اي حد عنده ضغوطات والتزامات يقول انا على فكره يوم اللي انا بكون مشغول فيه طول اليوم انا بنسى كل المشاكل دي. صحيح. فالفصل ده على فكره هو بيعود عليك قبل ما هيعود على الولاد اللي احنا طبعا بندرس لهم. طبعا احنا مش بس بنتكلم على المدرسين ان هم لازم يفصلوا بين الضغوطات علشان تعود على الولاد. أيوة. لا احنا عايزين نتكلم. أيوة. على الضلع التاني بقى اولياء الامور جدا بقى يا جماعه، يعني بجد والله دي نصيحه لكل الاهالي، يعني ربوا ولادكم صح بجد، التربيه ثم التربيه ثم التربيه. للاسف الشديد في اهالي كتير جدا يعني بدات ان هي مش هقول تنسى موضوع التربيه، بس يعني بتسيب الموضوع للمدرسه، يقول لك انا الولد في المدرسه طول اليوم وهو قاعد مع اصحابه ومع المدرسين فهم يعلموه بقى ويربوه ويقولوا له العادات والتقاليد والاسس والاصول. مش صح، يعني المدرسه دورها مهم بس البيت دوره اهم في حته التربيه، ان انت تربي ابنك على العيب واللي ما يصحش والصح والغلط، الاحترام انك تحترم الكبير وانك تسمع الكلام وانك تقول حاضر. يعني انا بقيت بحس انه ما فيش حد بيقول حاضر طيب، بقى طول الوقت لا، ما يعني الحاجات اللي هي الاساسيه يا جماعه، التربيه اللي المفروض ان دي يعني الف ب تربيه ما بقتش موجوده. أيوة. بقى الولاد طول الوقت شايفين انه عادي، كلمه عادي بقت خلاص هي الاساس واللي الناس كلها شغاله عليها، عادي ايه المشكله، ما فلان بيعمل كذا، ما مش عارف ايه، فما بقاش في اصلا فكره انه انت تقول لا عيب، لا ما يصحش. ما بقى ما بقتش موجوده زي زمان، فالاهالي تحسي ان هم يمكن زهقوا مثلا، مش عارفه يعني. لا هو مش زهقوا، انا بقيت بحس ان في يعني اهالي كتير واولياء امور كتير بقت سبيشال يعني في موضوع المدرسه والمدرسين، بقت هي اصلا بتتكلم بطريقه مش حلوه قدام الولاد. صح. على المدرسين، يعني مثلا على فكره يا مامي انا الميس دي النهارده زعقت لي عشان ما عملتش الهوم ورك. ولاد زعق لك اصلا؟ انا اصلا دافعه مبلغ كبير جدا في المدرسه دي مش عشان نقعد نعمل هوم ورك. طيب انا لما اتكلم كده قدام ابني او بنتي هو انا مستنيه ايه؟ صح. يعني انا مستنيه يروح يعامل اصلا المدرس او المدرسه ازاي؟ ونرجع نشتكي، ده طبعا الحاجات الكتيره اللي انت عارفاها بتحصل بين المدرسين. فاللي انت بتقوليه ده فعلا صح. ايوه هي المشكله فعلا فكره الماده بقت طاغيه جدا، يعني انا بدفع فلوس قد كده في المدرسه فشايف انه ابني من حقه انه يعمل كل حاجه وبديله الحق ده وبفهمه ده ان انت دافع فلوس كتير قوي فاعمل كل اللي انت عاوزه. هو يعني اوكي ادفع فلوس كتير عشان ابنك ياخد جوده تعليم كويس، علشان يبقى فاهم الدنيا بشكل صح، بس انت مش بتدفع فلوس كتير عشان ابنك يبقى في الاخر ما بيعرفش العيب وما يعرفش الصح من الغلط. لا هو في ناس كتير يعني ماشيه الفلوس ملهاش علاقه، ملهاش علاقه بالموضوع. انت عارفه بالمناسبه عايزه احكي لك موقف كده حكيته لي مدرسه وانا اتاثرت بيه جدا لدرجه ان انا طول الليل بقيت بفكر هو الغلط فين. بتحكي لي ان هي بتشرح للولد حاجه والولد تاني مره ما فهمهاش يعني، وتاني مره ما حلهاش. هو قصدي يعني مش ما فهمش ان هو ما فهمش منها، ما وصلتلوش عند يعني ما عملش الهوم ورك مره. في مره تخيلي عمل ايه؟ رمى القلم في وشها. طيب تخيلي بقى الام بقى عملت ايه؟ ايوه ده بقى قالت لها لا معلش ما تشرحيلوش تاني حاجه خالص. طلع يعني مدرسه طلعت هي اللي غلطانه في الاخر. يعني ولا مثلا عيب ولا خدت اكشن مع الولد قدامها ان هو يعني ان هي ترد لها حقها. لا وكمان منعت ان هي انت عارفه زمان كان يعني كان دايما كده عندي في البيت ومامتي مثلا واصحابي احنا دايما لا يعني كان المدرس ده ليه مكانه ما ينفعش ان انت اصلا تفكري تقولي له كلمه واحده. يعني أيوة. انا لو كنت بشوف مثلا المدرس بتاعي ماشي في الشارع والله العظيم كنت بحس ان انا خايفه، يعني لا اللي هو طب احوت كده على جنب. صح. طب يعني دايما كان يتقال ان لا المدرس انت اسمع كلام ميس كذا، مستر قال ايه خلاص يبقى انت تسمع الكلام. فهي فكره فعلا الاهل هم بيتصرفوا ازاي مع المدرسين او بيقولوا لاولادهم ايه على المدرسين اولادهم اصلا ده بيأثر جدا، بيفرق جدا. ولو احنا ما حليناش موضوع او ما وقفناش مع بعض وحلينا وتكاتفنا مع بعض احنا كاولياء امور وكمدرسين في جيل هيضيع في النص. ده حقيقي. فعشان خاطري يا ريت كل المدرسين بجد يرموا كل مشاكلهم الشخصيه على جنب ويركزوا مع الولاد ويعاملوهم بطريقه كويسه ويشرحوا لهم باكمل وجه. ويا ريت كمان اولياء الامور يا ريت دايما يوصلوا للولاد
ان المدرسين دول حاجه توب وحاجه اصلا ما ينفعش هو ريد لاين، خط احمر ما ينفعش نعديه، عشان دايما تفضل العلاقه حلوه وقويه ونفضل زي زمان في احترام بين المدرس وبين اولياء الامور وبين الولاد، وتعدي على خير. وكمان عايزين نقول لكم لازم تلتزموا بكل الاجراءات الاحترازيه لوزاره الصحه دايما بتوصينا عليها. صح، احنا هنروح لفاصل صغير قوي وهنستناكم عشان الفقره الثانيه اللي انتوا كلكم مستنيينها اعتقد. فاصل وراجعين لكم على طول. هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه، ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ اكيد لا، ده حتى المثل بيقول اد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في اي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة اميزديا. اميزديا شركة تسويق الكتروني واعلامي، هتوصلك بكل الناس في اي مكان وباقل الاسعار. مع اميزديا هنعمل لك حملات مموله على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناه تلفزيونيه معروفه. عندنا كمان اداره كامله لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويريه وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله انك تعرفنا طبيعه مجالك وشغلك واحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. نجاح. هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه، ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ اكيد لا، ده حتى المثل بيقول اد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في اي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة اميزديا. اميزديا شركة تسويق الكتروني واعلامي، هتوصلك بكل الناس في اي مكان وباقل الاسعار. مع اميزديا هنعمل لك حملات مموله على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناه تلفزيونيه معروفه. عندنا كمان اداره كامله لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويريه وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله انك تعرفنا طبيعه مجالك وشغلك واحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا والجزء الثاني بقى، والموضوع اللي احنا لما يعني فتحناه كده على السوشيال ميديا لقينا انطلاق من ناس كتير وتفاعل من ناس كتير جدا، الفرصه الثانيه. الحقيقه في اغنيه كده اصلا للكينج محمد منير اسمها الفرصه، وبيقول فيها ان الفرصه بتعرف ناسها واللي بيفوته واللي بتفوته بيندم. فانا اعتقد انه الفرصه الثانيه موضوع مهم قوي جدا، وناس كتير قوي شايفين انه لا ما نديش فرصه ثانيه، وان اللي بيغلط مره ممكن يغلط اتنين وتلاته وعشره لانه الطبع ما بيتغيرش. طبعا. وناس تانيه شايفه انه لا، ايه المشكله انه ادي فرصه اعاتب اللي قدامي، وانه على قد الغلاوه والمحبه بتكون الفرص. ففي رايين، فخلينا كده الاول نشوف الرايين مع بعض وبعد كده نشوف مين فيهم اللي صح. يعني انت ايه رايك اصلا؟ والله بصي انا واحده يعني شخصيا، انت عارفه اي حد بيقول ايه رايك لازم تقولي شخصيا، يعني أيوة انا شخصيا واحده من الناس كنت يعني لحد من كام شهر كده، من كام شهر فعلا يعني مش من كام سنه، كنت بدي فرص لحد انت ممكن ما تتخيليهاش. يعني فرصه، اول فرصه اقول معلش مش قصدها، تاني فرصه معلش اللي بيحب حد بيديله 70 عذر، ودي ال 70 فرصه بقى مع 70 عذر، وبعدين معلش اصل انا عشان بحب الشخص ده، معلش اصله هو ما كانش قاصد. بس انا عندي عيب ان انا بعد كل الفرص دي باجي لحد وقت معين ما بشوفش البني ادم اللي قدامي، انا بشوفوش فعلا. يعني يا ريت حتى ان انا ما بعرفوش، او لو انا مجبره ان هو في حياتي، لا انا ما بشوفهوش. فانا اكتشفت انه في ناس ما بتنفعش ان احنا حتى نديها فرصه اولى، مش حتى فرصه تانية. واكتشفت ان في ناس انا اديتهم فرصه تانية، لا هم اثبتوا لي لحد دلوقتي ان هم كانوا ما كانش مقصود. بصي انا عمري ما هكون بحبك،
او عمري ما هكون من جوايا حاجات كتير حلوه قوي ليك وهكون قصده اضايقك او قصده ان انا اخذلك في حته معينه. ممكن يكون غصب عني، وممكن يكون في ظروف اتحطيت فيها قهريا مش حاجه انا بمزاجي ان انا غلطت معاكي، فاكيد انا هستاهل ان انت تديني فرصه تانية. بس انا اكيد هتغير. والله بقى انا شايفه لو حصل اي حاجه تانية غير اللي احنا كنا عاملين حسابها، ان احنا اصلا الناس دي ما ينفعش ان هم يكونوا في حياتنا من الاساس. دي وجهه نظري كشخصيا. وانت بقى قولي. بصي انا من الناس اللي بيدوا فرص كتير جدا، ويعني لحد دلوقتي مش هقول لك انه لحد قريب او كنت، لا انا طول الوقت بلتمس الاعذار وبدي فرص، وبشوف انه يعني مفيش مشكله انه ابدا مع حد من جديد، حتى لو كان هو قاصد انه يعمل حاجه او عارف ان الحاجه اللي بيعملها دي بتضايق او بتزعل وعملها، فانا ممكن ادي فرصه مره واثنين وثلاثه. بس انا عندي مبدا كده اللي هو ايه، مع كل غلطه بندي فرصه، ومع كل فرصه بتقل الغلاوه. بالظبط. ف كل حد ليه رصيد من الفرص، ليه رصيد من الاخطاء، فانت عمال تاخد من الرصيد بتاعك، بتاخد من الرصيد بتاعك، بتاخد من الرصيد بتاعك، في الاخر خالص هتلاقي ايه؟ صفر. هو ده بقى اللي انا بقول لك انا ما بشوفهوش يعني فعلا، لان هو فضل يسحب من رصيده ورصيده، انا فعلا ما بقتش البني ادم ده مش موجود. وحتى لو هو موجود غصب عني، لان طبعا انتوا عارفين ان في شخصيات كتير لازم تكون موجوده، لازم صح طبعا مش هنعرف، مضطره يعني انك تتعاملي معاهم طول الوقت، مضطره ان انا اتعامل، ومش بس اتعامل يعني مضطره كمان ان هم في حياتي. أيوة كل يوم تخرجيهم بره حياتك. هو صراحه ان هم بيكونوا موجودين صوريا يعني. أيوة. هي صوره معلش سوري. أيوة. وانا اعتقد ان ده مش بيكون الغلط علينا، هو بيكون على الغلط اللي فضل يغلط مره والتانيه والتالته والرابعه، وفضلنا نسامح لحد ما هو وصلنا لمرحله ان احنا مشينا من حياته او ان احنا خرجناه من حياته. هقول لك حاجه، في ناس بتعرف زي ما بقول لك كده تستغل الفرصه او تستفيد من الفرصه اللي بتجيلها. يعني انا مثلا عملت موقف مش لطيف مع هبه، وبعدين جت هبه ادتني فرصه تانية. فلو انا حد ذكي او لو حد بحب هبه بجد وعاوز انها تفضل موجوده معايا، هعمل ايه؟ هفهمها او الفرصه اللي انا هاخدها دي هعرفها فيها انه لا انا حد كويس وانا بحبك وانا ما كانش قصدي. وفي ناس تانية بتشوف ان الفرصه دي ضعف منك فبتزود. ايوه. طب ما انا مثلا زعلت هبه وهي يعني خلاص عدت الموضوع وسامحتني، طب ما انا هزعلها تاني. إيه ده؟ وهزعلها تالت. ايه ده انت طلعتي بتستحملي بقى. ايوه عارفه. وهزعلها رابع. الفكره انه الناس نوعين زي ما بقول لك، يا اما ناس فعلا بتعرف تستفيد من الفرصه الثانيه اللي بتاخدها، يا اما ناس بتستغل الموضوع زياده عن اللزوم يبقى ضدها، مش يبقى حاجه ليها. فاعتقد انه فكره إن بس في ناس بقى ما عندهاش اصلا فكره الفرصه الثانيه. يعني انا بقول لك لما الناس اللي على الفيسبوك كتبوا في ناس، لا في ناس رد قاطع لا، يعني عارفه اللي هو ما فيش لا لانه الطبع غلاب. بالزبط. لا لانه ما حدش بيتغير، لا لانه اللي بيغلط مره ممكن يغلط 20. ففي ناس اصلا ما عندهاش كونسبت انها تدي فرصه تانية. بس عايزه اقول لك على حاجه، الناس اللي ما عندهاش كونسبت انها تدي فرصه تانية دي هم بيكونوا ادوا على فكره فرص قبل كده كتير واتخذلوا تاني. مفيش حد. ما هو انا دلوقتي بقول لك انا كهبه، انا من كام شهر بس لا انا مش هدي فرص تانية. بقولها قدامك كمان. انا هدي فرص يا جماعه. فاهمه قصدي؟ بس للي يستاهل. ده عن ايه؟ ده عشان انا اديت فرص لناس كتير لحد ما خلاص. فاللي بيقول لك لا ده بكل ثقه، لا هو ادى فرص قبل كده كتير والناس ضيعتها. بس عارفه هي الفكره في ايه؟ زي ما بقول لك انت ممكن تكوني بتدي فرصه للشخص الغلط، فتيجي مع الشخص الصح وما تديلوش فرصه، فتبقي انت برضو اللي خسرانه في الاخر. طب نعمل ايه طيب؟ فبصي بقى هي التجربه يا جماعه، احنا نجرب يعني ندي فرصه مره، لقينا اللي قدامنا يستاهل الفرصه يبقى الحمد لله، لقينا ما يستاهلهاش يبقى خلاص يعني جربنا. بصي انا برضو عايزه اقول حاجه، انه انت اتكلمتي عن حته حلوه قوي، قلتي ايه؟ ندى قالت انه في ناس لما بنديها فرص كتير بتشوف ان هي ضعف، وفي ناس فعلا بتحس ان هي ايه ده، إيه الله انت بتستحملي، لا. وفي ناس بتحس ان هي اتغرت في نفسها من كتر ما احنا سامحنا وحبينا، ايه ده ان انت خلاص مضمونه. ندى انا طول ما انا عماله ادوس عليها ندى عمرها ما هتمشي. مضمونه على فكره، هي هتمشي. انت مضمونه. انت موجوده يعني، هي موجوده، فانا طول ما انا هعمل هي خلاص موجوده. طول ما انا بحب صاحبتي دي وبفضل اعمل حركات انا وصاحبتي تبين لي ان هي مش واخده بالها، يعني انا ممكن حد يعمل معايا حركات وانا اعمل نفسي مش واخده بالي عشان انا بحبه. صح. لا هم بيفتكروا ان هم كده اذكياء جدا. بالظبط. فيفضلوا يتمادوا في الموضوع. انت عارفه في مشكله كمان يمكن اصعب، يعني انا بشوف انه في العلاقات العاطفيه مش اصعب من الصداقه، يعني ان انا ادي فرصه لصاحب او صاحبه وهو يستغلها غلط او هو يجي عليا اكتر، بشوف ان ده اصعب بكتير
من الحبيب او الحبيبه او الاثنين اللي مرتبطين. يعني انت بتبقي الصديق او الصديقه دي حد يعني غالي قوي عليكي، قريب قوي منك، بتبقي طول الوقت بالظبط. فانه يجي يخذلك او يجي يستغلك ويستغل حبك ليه، وانه عارف زي ما انت بتقولي انه اصل هي هتعدي، اصل هي هتسكت، اصلها مش بتزعل مني، ويفضل يجي عليكي يجي عليكي يجي عليكي، انت بتحسي في لحظه انه ده انت المفروض اللي تسندني بالزبط. انت بتعمل فيا كده. فعلاقه الصداقه في فكره الفرص يعني انه انت تدي فرصه مره واثنين لحد صاحب قريب منك او حد صاحبه بتحبيها، وتلاقي ان الفرص دي رايحه على الارض على او على الفاضي، واللي قدامك ما بيشلكيش ده، وان انت عامله له بقى فرص كويسه وبتديله لا طب المره دي هو لا مش قصده، المره دي هي يمكن ما خدتش بالها، فبتيجي انت في الاخر تحسي انه لا انت ما كنتش تستحق اصلا ان انت تكون موجود في المكانه دي. ففكره الصداقه بجد يعني فكره ان انت تدي فرصه لصديق، انا بشوف يا جماعه بجد اللي بيدي فرصه في علاقه صداقه لازم 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 اللي قدامك يعني يقدرها جدا جدا، لانها مش سهله، مش سهل خالص ان انت تخسر صديق، ممكن تخسر حبيب ويتعوض. هو بيتعوض بصراحه بس الاصدقاء لكن الاصدقاء فعلا فعلا اللي بيخسر صديق حقيقي بيحس بخذلان طول العمر بالزبط. يعني بيحس انه ايه ده انا المفروض انه انت تبقى جنبي ومعايا في وقت ما انا متضايق، وقت ما انا زعلان، وانت ما عملتش ده، مش موجود. انت عارفه بمناسبه اللي انت بتقوليه ده كله، انا عايزه اقول لكم ان انا مره اتقال لي من حد يعني كنت بحبها، كانت صاحبتي، انت عيبك ان انت ذوق قوي يا هبه. عارفه انا خدت الكلمه عدتها، وبعدين عايزه اقول لكم ان دي كانت اكتر حد يعني بتعمل حاجات وبديها فرص على الجزء ده. وبعدين قلت يعني هي بقى خدت بالها او هي حطت في دماغها ان انا عيبي ان انا ذوق، فيلا بتستغل ده. ما انا بقول لك هي دي المشكله، ان انت اصل دايما الصحاب بيبقوا ايه عارفين نقط ضعف بعض. يعني انت صاحبتي قوي فانا عارفه ايه اللي بيفرح هبه وايه اللي بيزعلها وايه اللي هي بتعديه وايه اللي ما بتعديهوش. فلو انا مش صاحبه بجد حقيقيه بالمعنى الحرفي للكلمه هستغل كل حاجه اعرفها عن هبه. عشان كده دايما فكره اختيار الصاحب ما بتبقاش سهله، يعني الواحد بعد عمر كده ما عدى بيه ممكن تعدي صحابك يعني على الايد الواحده، ولو كملوا كمان يعني الصحاب اللي بجد. فعشان كده فكره ان انت تدي فرصه واثنين لصاحب ما بتبقاش سهله يعني، ومستنيه انت دايما مع كل فرصه انه يتغير او انه يحس باهميتك او يحس بقد ايه انت كويسه ان انت مدياله فرصه. فبتيجي بقى تلاقي انه لا بعد ما تمشي بقى ايوه يعني تلاقوا كل الناس اللي اتغيرت بعد ما مشينا. طب يا جماعه ما تتغيروا واحنا لسه موجودين، يعني ليه بعد ما نمشي يعني وليه بعد ما نختفي من حياتكم؟ ليه يعني ليه دايما خلاص طب نرجع لبعض او نرجع اصحاب تاني وانا هتغير؟ طب ما تتغير من واحنا لسه موجودين، بدنا ندي فرصه في الثانيه في الثالثه ونعاتب ونقول ونلفت نظر. يعني ليه لازم نمشي علشان نرجع تاني نقول فرصه تانية؟ هقول لك حاجه برضو، هو للاسف الشديد ده طبع البني ادم. يعني الانسان اللي ضامن حاجه ما بيهتمش بيها قوي او ما بيديلهاش المجهود الفظيع. مش كل الناس يا ندى، بس يعني برضو خلينا صادقين، يعني 90% من الناس مش بس في العلاقات، لو انت ضامنه شغلك وعارفه ان انت موجوده فيه طول الوقت مش هتديله المجهود الكبير. لو انت ضامنه ان انت مثلا في حد صاحبك او حد صاحبتك هي ما بتزعلش فانت مش هتديه، خلاص ما هي كده كده ما بتزعلش، هعمل ليه طيبة مجهود ذوق دي طيبه وجميله وكده، فمش هعمل معاها مجهود. انت دايما بتعملي مجهود مع الحاجه اللي خايفه انها تروح، فطول الوقت انت بتشتغلي عليها علشان تفضل معاكي، سواء بقى شخص سواء شغل سواء حاجه انت عايزه تعمليها. طول الوقت طول ما انت مش ضامنه الحاجه في ايديكي هتفضلي بتسعي وبتجري وبتجتهدي علشان تحافظي عليها. مجرد بقى ما ضمنتيها وبقت موجوده خلاص هتقعدي بقى كده وتاخدي نفس عظيم قوي وخلاص يا جماعه هي موجوده معايا فانا مش هتعب يعني صح. عارفه ازاي؟ فللاسف ده طبع البني ادمين، يعني مش بس في العلاقات، هو طبع كده في الناس عموما، انه الحاجه اللي مضمونه خلاص حلوه ولطيفه وخليها كده، والحاجه اللي انا بقى خايفه انها تروح مني طول الوقت هتبقي قاعده بتفكري صح وتجري، لا طب عارفه تعملي عليها كده عشان تحافظي عليها. انت حصل لك قبل كده موقف وعملتي حاجه يعني في حد مش مقصوده مثلا وكنت حاسه من جواكي ان انت محتاجه فرصه ثانيه؟ بصي يعني انا مش ملاك يعني محرج على الهواء يعني قوي بصراحه ما كنتش عامله حسابه خالص بتحرجني. بصي يعني لا انا هقول لك حاجه، انا عندي مشكله انا مندفعه جدا، يعني لو انت في موقف حصل فانا ممكن اقول كلام وانا متعصبه يزعل اللي قدامي ويخليه ياخد مني موقف. ردود افعالك سريعه جدا مندفعه، انا برج القوس فيعني ايه السهم بيخرج ما بيخرج بصي ما تعرفيش هو رايح فين. فبعد ما بهدى ببدا اكتشف انه
انا زعلت فلانه او انا ضايقت فلان، لا انا ما كانش ينفع اعمل كده، فبعمل ايه؟ اروح مكلماه، انا والله حقك عليا ما كانش قصدي، بس اصل انت عصبتني يعني. فهي الناس بقى خلاص بدات تعرف ايه طبعي، يعني انه ندى إيه عارفه اللي هو ايه، بتتعصب بس يعني بتنزل خلاص طيبه يعني. ولطيفه وكده. لكن فكره ان انا يعني ابقى قاصده او متعمده اني اضايق حد، لا خالص، لا طبعا خالص خالص على خالص. فكره هو في ناس قليله جدا اللي هي بتبقى متعمده تضايق حد، دي يعني اعتقد الاغلبيه، مفيش حد ما اظنش ان هو بيتعمد يضايق حد الا لو حد بيغير من حد او حد يعني نفسه طول الوقت يقلل من قيمته، فاللي هو انا بتعمد اضايقك عشان اضايقك وخلاص، او يتعمد ان هو يحسسك ان انت مش مهمه يعني. ايوه فعلا صح، تعملي أيوة. ايه يعني عارفه، في ناس كده طول الوقت اللي هو، وده مش صح على فكره. بصي هو في ناس بتتبع الاسلوب ده عشان تخرج احسن ما فيكي، بس ده مش صح يعني. التقدير مهم جدا، ان انا اعمل حاجه فلاقي حد حتى بيقول لي برافو، دي حاجه مهمه جدا. التقدير هو بيخليني عايزه اشتغل اكتر، عايزه اجتهد اكتر علشان خاطر احس ان اللي قدامي صح مبسوط باللي انا بعمله. لكن صح. طول ما انا بتدي مجهود وبتدي شغل ويوي، واللي قدامك لا على فكره كان ممكن تعملي احسن. بصي عشان انت لفتي نظري لحاجه مهمه جدا وانا عايزه احكيها، هنروح بس الفصل صغير ونرجع على طول عشان احكي لكم الموضوع اللي ندى قالت عليه ده. يلا بينا. هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه؟ ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لا، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي، هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك، وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. نجاح. هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه؟ ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لا، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي، هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك، وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا والفرصة التانية، وانضمت لينا أستاذة رشا فوزي مستشار إعلامي. ازيك يا رشا، عاملة ايه؟ أهلا وسهلا بحضرتك. انتي قولي لي بقى، علشان التايتل بتاعك يعني ما شاء الله كبير كده، فأنا عايزة يعني ايه أعرفه كله. أنا رشا فوزي مستشار إعلامي منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان، ومستشار إعلامي بنقابة أصحاب المعاشات. حلو قوي. طب بصي يعني احنا طبعا انتي منورانا ومشرفانا جدا النهارده، ولازم طبعا اعرف رايك في الفرصه الثانيه. بتدي فرصه ثانيه ولا لا؟ من ناحيه الفرصه الثانيه لازم تكون موجوده حتميا. حلو قوي. بمعنى شفتي ان انت كل ما تدي فرصه كل ما قلبك يتفتح اكتر، كل ما الدنيا تكون احسن، تكون اعمق وتكون اكبر. الايجابيات هتكون موجوده ومتاحه. الفرص في بعض الاوقات بتبني بيوت، وفي بعض الاوقات لما تبقاش موجوده بتهدي بيوت. الفرصه لما تكون موجوده بتبني بني ادم، وبعض الاوقات بتمحيه من على الوجود لما تكون مش موجوده.
احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا متفوتين في كل حاجه. اوكي. الا الرحمه، ربنا الزمنا باننا يكون بينا وبين بعض رحمه وتراحم في كل حاجه، بين الزوج والزوجه، بين الاهل، بين زملاء العمل، بين الاصدقاء. رحمه بنفسك على نفسك او بنفسك على نفسك، سواء ادم او حواء. انا عايزه اقول بس ان فرص الحياه نواقص، امشي معاها ما تبقاش معاكس، خد المر منها في طعم العسل، خليك منافس، اكتب لروحك حياه تتعاش، مهما دنياك تعاكس وعجبي. انت مش مستشار اعلامي بس كمان شاعره، يعني ده ايه ده؟ يعني حاولي كده تقولي لنا حاجه. حاولي تقولي لنا حاجه كده حلوه. هو الشعر حتى في مجال، حتى ممكن حد يكون بيشتغل خياط، بيشتغل نجار، يكون ربنا سبحانه وتعالى عطيله فرصه ان هو يجي له صدمه قويه تحوله الى شاعر، الى منتج لنفسه. هي موهبه، هي موهبه ايا كان شغلك. بيدي لنفسه فرصه ثانيه، ده اللي انا بتكلم عنه. انا امبارح كنا في اجتماع، ففي حد كان فعلا بيشتغل في مجال الاشغال اليدويه، فشاعر جميل جدا، جميل بمعنى الكلمه. سالته ايه سبب اللي خلاك من الشغل اليدوي تبقى شاعر؟ قال لي اتعرضت لاكبر صدمه هدت كياني، مش هزته، هدته، عشان كده انا خرج مني الفرصه الثانيه اللي اديتها لنفسي ان انا اكون شاعر. طيب بمناسبه بقى ان احنا بنتكلم عامه على الفرصه الثانيه، هي دي يمكن فرصه شخصيه او صح. فرصه حياتيه، يعني هي ربنا اداله صدمه فهو ادى لنفسه فرصه ثانيه. احنا بقى عايزين ناخد رايك في موضوعنا اللي هو، انت ممكن تقدري كاستاذه رشا تدي فرصه لناس ثانيه؟ طبعا، ليه لا؟ تدي فرصه، احط نفسي مكان الشخص اللي قدامي، انا اقبل ان هو يجعل لي فرصه ثانيه ويخلقها مما فيش ولا لا؟ لا، هقول هسامحه واديله فرصه. كل ما اكون متسامحه كل ما اجبر اللي قدامي ان هو يكون عطاء اكتر مني واكبر واعمق. بس مش كل الناس بالظبط. كنت لسه هقول لك انه مش كل الناس بتعرف او يعني بتستحق، يعني لما انت تديهم فرصه فهو يقول والله طب دي كويسه فانا يعني اخلي بالي. لا، في ناس بتستغل ده. هقول لحضرتك بتتكلمي عليهم دي بتكون الناس الاصيله قوي، يعني الناس الاصيله المتربيه اللي انا ببقى عارفه قيمه الطرف اللي اداني فرصه ده، فانا لازم اشيلها على راسي فان انا اثبت له ان انا احسن. لكن ده على فكره، بصي حضرتك، هو التعامل في بعض الاوقات ما بيبقالوش علاقه خالص بالتربيه. في حد بتبقى البيئه بتاعته نفسها والمحيط العام مش من وجهه نظري ونظرك مش كويسه، بس يطلع احسن من ناس كتير في بيئه احسن، متوفر لهم كل حاجه، متوفر لهم التعليم، متوفر لهم الدراسه، متوفر لهم كل حاجه. لا، هي حته الفرصه. حته الفرصه هنا هي اللي لما تكون سانحه قدامك باللغه العربيه، يعني تكون موجوده قدامك، انت هتحاولي تغتنميها. لا، خديها لنفسك. ممكن اكون ما قدرتش اوصل حضرتك المعلومه، حضرتك ما فهمتنيش. انا قصدي ان في ناس كتير لما بفضل اديها فرص كتير هي بتستغله ضدي، يعني بتشوفها، يعني بتشوفني ان انا كده قليله. انا خدت من حضرتك السؤال فرديت عليكي بالاجابه، ان هو لو حتى بطريقته دي مش عاطيكي فرصه او مش عاطيكي مجال ان انت تديكي فرصه، لا انت اوجدي الفرصه. لا بس كده، لا انا يعني طبعا هو رايك شخصي وبيحترم وكل حاجه، بس هي الفكره انه لا، يعني لو انا بفضل ادي فرص للي قدامي، ادي فرص ومش شايفه ان الفرص دي هو بيعرف ان هو يستفيد منها او ان هو يتغير ويحسسني انه لا والله يعني حلو ان انت اديتيني فرصه فانا بقى هثبت لك ان انا كويس، ومع كل فرصه بديها له بيثبت لي ان هو حد مش كويس، لا يبقى هو كده ما يستاهلش ان انا افضل اديله فرص واضيع عليه وقت ومجهود وطاقه. يبقى ليه؟ في الحاله دي انت هتكوني كريمه، والكرم من صفات الخلاق. كل ما تدي فرص كل ما الكرم بالنسبه لك هتكون مساحته اوسع. الكرم حد ذاته صفة بتتغرس جوانا من أول ما ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا بحاجات كتير أو بنتعلمها في الدنيا. كرم الأخلاق هو اللي بيولد الفرص، سواء مني ليك أو منك ليا. حتى في الحوار وإحنا قاعدين مع بعض دلوقتي، الأستاذة سألتني سؤال فأنا رديت بإجابة هي حست إن السؤال بتاعها ما وصلنيش، لا اديتني فرصة إن أنا أكمل. حضرتك نفس الوضع، الطريقة نفسها في وقت معين هو اللي بيولد الفرصة، هو اللي بيخلي فيه تجاوب في الحوار، في النقاش، حتى وإن كان مش موجود. طيب لو احنا بقى واحنا قاعدين في القعدة دي زي ما انت بتقولي كده، وانا جيت اتكلم فانت ما اديتنيش، يعني انا اديتك فرصة وبعدين لقيت ان انت لا، يعني ما
اخدتي مني الفرصه وما حسستنيش ان انت والله لا برافو او كويس او كتر خيرك، فانا هديكي فرصه فرصه، بعد كده هاجي اقول لا انت مش قصدي طبعا عليكي انت، بس اقول ان انت بندي فرصه تاني ليه يعني عارفه قصدي. الواحد برضو التقدير مهم جدا، يعني ان انا احس ان الحاجه اللي انا بعملها متقدره وان اللي قدامي بيشيل لي اللي انا بعمله، دي حاجه مع يعني انسانيا بتفرق جدا. فلو انا طول الوقت بدي فرص واللي قدامي مش مقدر ده ومش محسسني بان اللي انا بعمله ده حاجه كويسه وفارق معاه جوايا انا حتى داخليا، ماشي ممكن افضل اديله فرص بس هبقى حاسه انه ما يستاهلش، انه اللي انا بعمله طب وليه يعني ليه في الاخر خالص برضو بتفضل نفس البني ادم بنفس الاخطاء. عارفه هي كل واحد بيبقى له طبيعه خاصه زي ما انا قلت لحضرتك، فالطبيعه هي اللي هتتحكم فيك بقى دلوقتي، هتاخد او هتدي العطاء من عند ربنا سبحانه وتعالى، انت هتطلع اللي جواك على قدر استطاعتك، مش هتقدر تدي اكتر منها. بالظبط، فالفرصه بتتولد مع اللي انت بتديه على قدر طاقتك مش اكتر من طاقتك. وبالمناسبه الطاقه في العطايا بتبقى حتى بين العبد وبين ربه في حاجه، مثلا لما احنا نكون مفيش فرصه متاحه قدامنا، فالواحد ساعات يحس بالياس، حته الياس صعبه جدا طبعا لما الواحد ما يديش لنفسه فرصه. يعني مثلا الواحد لما يضيق بالحال اقل حاجه هيقولها هيقول يا رب، يا رب يا عالم بحالي وغني عن سؤالي، انا عبدك الغلبان، لا عاوز قصور من ذهب ولا تلال من مال، انا عاوزك انت السند في كربي وضعفي وضيق الحال. فاحنا كل حاجه نحاول ان احنا ندي لنفسنا فرصه على قدر الاستطاعة عشان نقدر نديها للي حوالينا، فاللي حوالينا هيدوها لنا ده اكيد. بصي موضوع ان انت تدي لنفسك فرصة دي حاجة مهمة جدا، يعني انا بشوف انه دايما ادي لنفسي فرصة علشان اتعلم حاجة جديدة، ادي نفسي فرصة عشان اعرف الشخص اللي قدامي، ادي نفسي فرصة عشان اجرب حاجة انا معرفهاش، فدي حاجة مهمة جدا. وادي للي قدامي فرصة عشان يعني يثبت لي حسن نيته، ادي للي قدامي فرصة عشان يحاول يبين لي هو بيحبني او لا، عاوز يبقى عايزني ابقى موجوده في حياته او لا، بس زي ما بقولك مع كل فرصه بتقل الغلاوه. بالظبط، لو هو ما بيقدرهاش، لو هو ما بيقدرهاش فعلا عندك حقيقه. استاذه رشا كمان اتكلمت عن شويه حاجات ايجابيه بس شخصيه، يعني ان انا ادي فرصه لنفسي، طبعا ده انا لازم ادي كل يوم فرصه لنفسي حقيقي. انا ما نجحتش في النهارده في الحلقه، لا انا هنجح الاسبوع اللي جاي في الحلقه اللي جايه. النهارده دخلت الامتحان انا ما نجحتش فيه او ما جبتش التارجت اللي انا عايزه، لا انا هحقق في الامتحان اللي بعده اللي انا عايزه. الفرص اللي احنا بنديها لنفسنا دي اصلا هي لازم، واحنا هننجح ونكمل ازاي، لكن احنا بنتكلم في حته ان انا ادي فرص. طبعا ادي فرص طبعا، لان في كومنت جالي امبارح على الفيسبوك قال لنا ايه الفرص، على فكره هو نفس الكومنت استاذه رشا، الفرص من الكرم والتسامح وكل الحاجات الجميله اللي كل الديانات دايما طول الوقت بتحس عليها، بس في حاجه برضو لازم نلفت نظرنا ليها جدا، احنا ربنا هيحاسبنا على نفسنا. انا مش معنى ان انا دايما افضل ادي فرص اللي قدامي ويفضل يقلل مني ويقلل من كرامتي ويقلل من كل حاجه، طب انا فين يعني كرامتي ونفسي انا فين؟ على فكره في ناس كتير جدا بتتعب نفسيا وبتاثر عليها، ولو سالتوا كل اللايف كوتش، معظم اللايف كوتش ايه اكتر المشاكل اللي بتجيلك، هتقول لك حد اتخزل. صح، ما هو الخذلان ده جاي من ايه؟ من ان انا ضيعت فرص او ضيعت وقت طويل قوي مع حد هو ما كانش بيستاهلها. فاحنا لازم زي ما احنا عايزين نعيش حياه سعيده كلنا ونعيش في سلام، وافضل دايما ادي فرص وافضل دايما لطيفه، برضو انا ليا على يعني نفسي ليها عليا حق، ما اقدرش ان انا اضيعه. هو ده بس اللي احنا عايزين نوصل ليه في الاخر. لكن طبعا اي حد بيعمل تصرفات مش مقصوده لازم نسامحه ونعديه، اصل احنا على فكره برضو لو ما سامحناش بعض احنا مش هنكمل في الحياه، وانا لازم اسامحك ولازم اسامحك ولازم نعدي ولازم يعني نعدي علشان نخلص حياتنا على خير وبسلام، بس ما نجيش على نفسنا وما نخليش حد قدامنا يوصل لمرحله الغرور القاتل. وعلى فكره الحد اللي بيوصل لمرحله الغرور القاتل اللي احنا بنديها له بسبب ان احنا بنعدي له كتير وبنسامحه كتير، هو مش بس احنا هنكون الضحيه، ده شغله هيكون ضحيه وبيته هيكون ضحيه، كل علاقاته اللي بره هتكون ضحيه، فلازم يكون في حاله موازنه. صح، لان النفسيه دي اهم حاجه اصلا في الحياه. فانا شايفه انا عن نفسي انا كايبه، انا بدي فرص بس يعني بوصل لحد تارجت معين كده وخلاص. وندى لسه ندى بتدي فرص، انا بدي فرص الحقيقه، وطبعا باين جدا ان استاذه رشا بتدي فرص طول الحياه. لازم الفرص تكون موجوده في حياتنا اكيد عشان الحياه تستمر. انا هاخد من كلام حضرتك جمله قلتيها ان الحياه هتستمر
بالفرص لما تكون موجوده، وده اللي احنا اتكلمنا فيه وده اللي احنا قررناه في الحلقه دلوقتي في الفقره، ان الفرص كل ما بتزيد كل ما بتديك مساحه ان انت تعيش حياه اطول مع شريك حياتك. ده لو حاجه شخصيه زي ما حضرتك قلتي، الحياه الشخصيه مع الفرص الاكتر بتقلل من نسبه الخراب بنسبه 99%. مش هقول لك بس للي يستاهلها. للي يستاهلها. احنا مش كلنا، اسمح لي حضرتك هكمل بس الجمله دي، احنا مش كلنا كاملين ومش كلنا هنقول ان احنا الفرص هنديها لوقت معين وبعدين نقول ستوب او اتس انف كفايه كده. لا ما ينفعش. انت لو حطيتي نفسك على طول ان انت مكان اللي قدامك او اللي انت بتديله الفرص وحاسه ان انت الضحيه وانت المضحيه وانت انت نفسيتك هتتعب، مش هتبقي قادره تدي، مش هتبقي قادره ان انت تكتسبي اللي قدامك بقدر استطاعتك. ممكن اللي انت مش راضيه تديله الفرصه ده يكون انت سوري فاشله في ان انت مش عارفه توضحي له انا بديك فرصه عشان انا بحبك مثلا بالزبط. او عشان انا باقيه عليك. ده من ناحيه الزوج والزوجه في المجال الاسري. بالظبط في الناحيه الشخصيه. احنا طبعا وصلنا لوجهه نظر حضرتك واكيد سلام. وصلت الساده المشاهدين. كانت الحلقات المشوقه واللي فيها شد وجذب دي من اكتر الحلقات اللي بتعجبني جدا، عشان كده هنكررها تاني. اتبسطت معاكم قوي. وانا كمان. كل سنه وانت طيبه مره ثانيه. ميرسي قوي يا استاذه رشا.